مصر ده حتى اسمه حكاية عارفها السنين. وانا مولود من شوارع شبرا وليا هناك زمان، مع ان الكل واحد الا احنا بخير وفي امان. علينا دي بلدنا ليا علينا والحب شايفين زي ما شفتوا معانا كده الاغنيه دي، الاغنيه دي جديده لانج زي ما بيقولوا، اغنيه اسمها فعنينا واللي بيغنوها سمعنا صوت نسائي جميل، صوت المطربه الجميله شذا ومعاها مجموعه من الرجال حقيقه، اغنيه كلهم احسن من بعض، اغنيه جميله معاها الملحن والمطرب نادر نور اللي موجود معانا دلوقتي، ومعاهم فيها كمان فريق سنين وعمرو جلبط وهو مطرب جديد وهنعرف ايه الحكايه بالظبط. بس الاول اسمحوا لي ارحب شذا، مساء الخير، اهلا بيكي والف مبروك يا شذا. الله يبارك فيكي يا ريهام، ومساء النور عليكي، وشكو حلو علينا انت ومعتز، كل يوم كنتوا معانا دايما في البطوله، وكنتوا دايما بنسمع الاخبار وبنشوف من خلالكم كمان التعليقات والحاجات كلها، بجد مبروك على كل وشو حلو علينا كلنا بصراحه. بجد بجد انا مبسوطه، وانا طول عمري شرف ان انا مصريه، وكمان منتخبنا اثبت ان احنا بنرد بالجهد وبالشغل، مش بنرد بالكلام الفاضي والصرصره اللي مالهاش معنى بالظبط. الحمد لله، مبروك على كل مصريين، مبروك علينا كلنا. ومعانا كمان الفنانه الممثله حسناء سيف الدين، مساء الخير يا حسناء والف الف مبروك. مساء النور يا جميله، ميرسي، ومبروك طبعا لمصر ومبروك للمنتخب ومبروك لينا كلنا. وعايزه اقول لهم طبعا بجد شكرا، لان امبارح كان بالنسبه لنا بجد فرح لينا كلنا، سواء بقى مصريين او عرب او تالي، يعني الشوارع كلها امبارح كانت هي اللي بتعبر قد ايه الناس كانت مبسوطه. وطبعا شاشات التلفزيون وشاشه المحور نقلت لنا الصور الجميله. مبروك ليكم كلكم بجد، مبروك لينا كلنا الحقيقه. يعني عايزه ارجع لكم الاول شذا، قولي لي الاغنيه دي ايه حكايتها؟ احنا ما سمعناهاش قبل كده. هي الاغنيه فعلا جديده، احنا سجلناها امتى يا دكتور؟ سجلت قبل ماتش الجزائر بيوم بالظبط. بيوم انتوا ايه قلبكم كان حاسس ولا ايه؟ لا هو قلبنا ما كانش حاسس حضرتك، هو قبل الماتش بيوم واحنا ايه خايفين طبعا وشنا يطلع جميل على الناس. لا بس انا كنت متفائل وقلت هو كان متفائل. لا ما انتوا لو كان حصل اللي احنا مش عايزينه في الدنيا كنا احنا مكانش في الدور. انا وشذا لينا موقف قبل كده مع بعض، اللي هو قبل ماتش 18 اللي في السودان. في الموقعه بتاعت ام دولاب. قبلها في يومها كنت برضو بسجل اغنيه لمصر، فقالت لي احنا هنعمل ايه بكره؟ قلت لها احنا الماتش بتاعنا مش بتاعنا بكره. قلت لها ما تقولش كده احنا هنكسب. قلت لها لا، قلت لها الماتش بكره مش بتاعنا. ده كان الماتش القديم. ده كان الماتش الاخراني. قالت لي بلاش انت. فقلت لها لا، مصر بكره هتكسب وهتكسب وهنعمل ماتش عالي قوي، يعني هندرس كوره للجزائر. لا بس سبحان الله، انا حسيت ان احنا بنلعب معاهم بالي مش كوره. بجد يعني هم كانوا مغيبين بجد طول الماتش. هم اكيد على فكره فضلوا حاسين ان هم عايشين في كابوس طول الماتش. لا هو انا اللي بيستفزني بجد بجد، ومش عايزه ابوظ فرحه المصريين وفرحتنا كوطن عربي، بس اللي بيستفزني اني بدخل انا يعني بحب ابقى متطفله شويه، فبدخل اشوف السايتات بتاعتهم بقى الجزائريه، بكتشف ان هم في جزء اخر من العالم طبعا، اللي هو رشوه للحكم. لا رشوه للحكم، وبيحتفلوا بالمنتخب بتاعهم وعاملين له زفه انا مش قادره افهم. بس بيشجعوا غانا، بيشجعوا غانا يا نادر بمناسبه الحكم. بس قبل الحكم هقول لك حاجه، صدمه من اللي بيتقال، خلينا نفهم في فرحتنا يا شذا، وصدمه من اللي بيتقال في المواقع هناك. دورنا في الاعلام وكان في اساءه بالغه وكده، هو احنا بنقبلهاش وبنرفضها من بعض الصحف الجزائريه، ولو ان في جزائريين حقيقه يعني كانوا على مستوى كبير من الحضاره، احنا ما بنتكلمش عن الجميع، لكن خلينا نقول ان احنا الكبار، اذا كان في صحفي بيوسي ولا صاحبي جاي، خلينا نرجع تاني نبقى الكبار هنعمل ايه؟ قلنا قبل كده مش عايزين نبقى الكبار، عايزين نبقى حقنا رجع لنا، حقنا رجع لنا، واحنا ما بنغلطش، اللي عايز يغلط يغلط بعيد عننا. طب على موضوع الحكم الافريقي، قول لنا انت موضوع الحكم كوفي كوجا المرتشي اللي المفروض احنا دفعنا له فلوس يعني عشان يطرد من عندهم لعيبه كتير، الاتحاد الافريقي يعاقبه بالايقاف ومش هيحكم في كاس العالم
لانه كان من المفروض يطرد فوز الشوشي اول ما ضربه بدماغه. كلنا قلنا على فكره هو اداله انذار والاتحاد الافريقي استغرب ازاي يعني، فهو في تقريره قال انا لسه كنت طارد لعيب قبليه مش عايز اوطي المباراه، فقالوا له توتيره المباراه دي حاجه مال يعني مالهاش علاقه بالقانون، كان لازم تنفذ القانون وتوقف يعني كان متساهل ده. لا بس انا عايز اقول لك حاجه، لا لا انا عايز اقول لك حاجه، انا في حياتي بتفرج على ماتشات مع بابايا، انا مش بحب الكوره قوي غير قريب، ما شفتش في حياتي حد بيطلع يقول في الماتش اللي فاز يستنى الا في ماتشاتنا مع الجزائر. عارفه ان هو قلت على فكره الحكم ده هيحصل له حاجه بعد الماتش والله العظيم هنتابعه ربنا يطول معاه. لا لا هو كويس، لا هو كويس، لا بس هي احسن حاجه في الموضوع كمان ان احنا الفوز عندنا يعني حصل باخلاق عاليه، يعني اخلاق برضو ما حصلش اي لا لا هم اللاعبين نفسهم كانوا بيأدوا المباراه باداء رياضي من غير اي هجوم عليهم من غير اي عنف، فكانت اخلاقهم اعلى بكتير من الجانب الثاني. فديت هم طوروا الموضوع بشكل مش كويس للاسف هي في النهايه هي رياضه يعني. لا هو انا اللي عاجبني قوي في الموضوع ان حقنا يعني هم اللي تهانوا في ام درمان كمنتخب وكاحنا مصريين، وهم برضو اللي جابوا لنا حقنا لحد عندنا واحنا قاعدين في بيوتنا وبنشجعهم في بيوتنا وما عندناش اي مشكله. وبعدين هم لعبوا بعدينا وخسروا واحنا لعبنا بعدينا. انا عايز اسالكم صحيح يعني انتوا اكيد متابعين كلنا مش انتوا كلنا كمصريين الحقيقه كنا متابعين منتخبنا يعني متابعين البطوله كلها وبالتحديد المنتخب اكيد كنا مركزين في ماتشاته. اني لو قلت النادر ابتدي النادر، نادر اي ماتش كنت قلقان منه يعني يعني ماتش. اكتر ماتش قلقت منه ولا ماتش عندي ايمان شديد جدا بربنا ان البطوله دي بتاعتنا من قبل ما تبدا، لان احنا في سنه من السنين سنه 98 برضو كنا خارجين من كاس العالم وكان كابتن محمود الجوهر اللي بيدرب المنتخب وما كانش لينا اي حظوظ في البطوله بتاعت بوركينا فاسو، فعلا كسبناها وكسبنا كل المنتخبات اللي دخلت كاس العالم وقتها، وكان اخر منتخب نكسبه هو جنوب افريقيا. والاحلى من كل ده ان منتخب مصر كان بيرد الهزيمه ويحولها لفوز، يعني كان ممكن يخش فينا في البدايه جون فينا في البدايه بنرد على جون ده بواحد واثنين وثلاثه زي ما حصل مع نيجيريا زي ما حصل مع الكاميرون. فانا فعلا ما كنتش قلقان خالص من ولا ماتش يعني ولا مباراه، حتى مباراه الجزائر انا قبل الماتش قلت لشازا بيوم قلت لها احنا بكره هندي للعالم درس في الكوره ان شاء الله.